الوزير مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ احمد. الشعب يشتكي حضرتك عشان الادويه والمحاليل وكل وعدتوا الناس بقالكوا شهر، ويمكن الخبر كان معانا الادويه هتجيبوها من بره. اخبار الناس تعمل ايه يا فندم؟ فعلا في ازمه حقيقيه؟ لا مفيش ازمه ولا حاجه، الدنيا ماشيه الحمد لله كويس. احنا بالنسبه للمحاليل، اولا عندنا المحاليل في كل مستشفيات وزاره الصحه كامله لمده شهر. كل مستشفيات وزاره الصحه فيها محاليل تكفيها لمده شهر. نعم. دي حاجه. بعض المستشفيات الخاصه عندنا في نقص في المحاليل طبعا، لان في بعض الممارسات اللي بتتم من بعض الشركات والمخازن انها بتخزن محاليل. ولكن الحاجه اللي انا بس يعني عايز ازف الخبر ان احنا خلينا نقول بالارقام، احنا عندنا احتياجاتنا السنويه من المحاليل 9 مليون ازازه. كميه المحاليل اللي بتنتج حاليا في مصر 10 مليون ازازه محلول. طالما في فرق 100 مليون فده بيمثل بيعتبر وسيله ان الناس تحس، تبتدي بقى ناس تخزن وناس ويبقى في سوق سوداء ويبقى في ممارسات غير سويه. يوم 15/12، احنا النهارده 7/12، يوم 15/12 سوف يبدا الانتاج على شكل تجاري من مصنع شركه النصر للمحاليل، هتنتج 1,200,000 علبه في الشهر. هايل. وبالتالي من يوم 15/12 لن تكون هذه المشكله. ده كده وانا بقول دايما انا يعني خبر طيب. الحمد لله ان شاء الله. احنا شغالين فيه بان في الموضوع ده حوالي 3 اشهر من شهر 9. هذا المصنع كان موجود وكان لسه ما اشتغلش. جرينا فيه انا ومعايا وزير الدكتور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الاعمال، لان المصانع دي بتبقى جزء منها الجزء الفني تبع وزاره الصحه والجزء الاداري والمالي وكل تبعيتها بتبقى تبع وزاره قطاع الاعمال. والحمد لله ان شاء الله، وانا الكلام ده النهارده بلغته لدوله رئيس الوزراء. اول انتاج 15 ديسمبر 12 ان شاء الله باذن الله. وكده باذن الله القصه دي سوف تنتهي. زي ما كنا في يوم من الايام بنعاني من مشكله الالبان، والنهارده عندنا وفر في الالبان وبندي زياده للناس. ان شاء الله مشكله المحاليل دي تنتهي يوم 15/12. كويس. ده بالنسبه للمحاليل. بالنسبه للادويه، ما فيش احنا عندنا مشاكل في الادويه، برضو في مشكله خاصه بال الممارسات الخاطئه لموضوع الانسولين. الانسولين موجود، شركه نوفو نوردكس بتنتج الانسولين، عن اللي داخل اللي طالع منها يكفي مصر 6 اشهر. انا بس عايز الناس تهدى وما تقعدش تلم انسولين، وارجو من الناس ان الدنيا تستمر ومفيش حد يعمل ممارسات خاطئه، عشان ده على حساب زميلك المريض او على حساب العيان الغلبان. لكن احنا عندنا ما يكفينا في مصر لمدة 6 اشهر من الشركات، سواء المحلية سواء الشركات المالتي ناشونال او الاجنبية. انا اجتمعت مع 33 شركة يوم الخميس والسبت والحد الماضي، وراجعنا كل البورتفوليو بتاع ملف الدواء في كل شركة، والشركات مشكورة ملتزمة بتواجد الادوية في السوق المحلي باذن الله. وان شاء الله الامور بتاعه الادويه والنواقص، ما فيش عندنا نواقص. في عندنا نواقص حوالي 250 دواء من 10,000 دواء. 250 ولا 1800؟ 256 صنف دواء من 10,000 دواء دي نواقص. احنا عندنا في الوزاره، في اداره الصيدله، ما يسمى باسم اداره النواقص. اداره النواقص دي بتبعت لي بيان كل يوم بالنواقص اللي موجوده. 256 دواء من اللي هم لهم بدائل، وعندنا فيه 56 دواء من اللي ما لهمش بدائل، ودي احنا اعلنا عليها. دي كانت بتشمل ادويه مشتقات الدم اساسا وادويه الاورام. ادويه مشتقات الدم اتعمل ممارسه ما بين الشركات ورسينا على شركه، نزلنا الاسعار وتم توصيل مشتقات الدم ما بين امس اللي هو الثلاث والاربع النهارده، وبرضه انا بلغت النهارده دوله رئيس الوزراء بهذا الكلام الحمد لله. متوفره خلاص من امبارح؟ متوفره، والشركه المصريه لتجاره الادويه هي اللي مسؤوله عن التعامل مع الشركة المستوردة، وبتوفرها في جميع الأماكن إن شاء الله بإذن الله. نتكلم على الدم والأورام اللي كان أكبر مشكلتين. الأورام عندنا كان في مشكلة في الأدوية، برضو الأسعار تم عمل ممارسة ما بين مستشفيات الجامعية وزارة الصحة الدفاع، ونزلنا الأسعار وأدوية الأورام متوفرة. ده كل القصة، ولازم الناس تبقى عارفة إن إحنا بنتحرك بسرعة جدا عشان توفير كل الأدوية. تحرير سعر الصرف أثر على منتجات كثيرة جدا،
احدها طبعا الادويه، كان لازم اقعد مع شركات الادويه بنفسها، انا قعدت مع شركات الادويه عشان هذا الكلام. وبرضو خليني اقول لحضرتك ان انا كنت امبارح قاعد مع معالي رئيس مجلس النواب دكتور علي عبد العال الساده النواب، عشان برضو اديهم الصوره كامله عشان يدول اللي هم بيخاطبوا الشعب وهم الممثلين للشعب والدنيا كلها على علم بكل التحركات اللي احنا بنعملها. اذا حضرتك لماذا الهجوم على وزير الصحه؟ يعني طول لا عايز يهجم عليا يهجم عليا، مفيش عندي مشكله، لا مفيش عندي مشكله، هو في مرمى النيران. لا 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 عايز يهجم عليا يهجم عليا انكم بتحاولوا